صباح الخير فرح. يسعد لي صباحك سلمى، وان شاء الله كل يوم بنقول يا رب يكون خير وحامل معه كل الصحه اللي هي اهم شيء واهم من كل هي التفاصيل يمكن يلي بنفكر فيها يوميا، وعم نحس انه ممكن تاخذ حيز كثير كبير من تفكيرنا. كل يوم بنفتح عيوننا بنقول يا رب يكون هذا النهار حامل معه كل الخير والاشياء الايجابيه والفرج على كل الاصعده. اليوم مواضيع متعدده سواء الطبيه للطفوله، مساحه كثير حلوه رح تكون معنا ببدايه صباحنا لليوم، وغيرها من المحافظات، من المواد من كافه المحافظات السوريه ومن مختلف انحاء العالم. وبرجع لك سلمى، صباحك عن جديد. يسعد صباحك فرح، وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد ومواضيع عديده ضمن محطاتنا الصباحيه، يا رب هالنهار يكون مختلف واكيد يكون فيه بوادر الرزق والتوفير وطبعا النجاح للجميع. رح نكون مع ضيوفنا الاختصاصيين، ولكن مثل العاده رح نروح لفاصل صغير ونرجع لنبلش اولى محطاتنا. يا نسمة بلادنا ودينا عبلادنا، يا نسمة بلادنا ودينا عبلادنا، اشتقنا تلاقي الأحباب طولنا ببعادنا. ويا نسمة بلادنا ودينا عبلادنا، يا نسمة بلادنا ودينا عبلادنا، اشتقنا تلاقي بلهجتها الحمصية والفرحة بصوت غناني وزقفة أمي وبي، اشتقنا للحلوة تلاقينا بلهجتها السورية والفرحة بصوت غناني وزقفة أمي وبي، للعنبات الحلياني بقلب الجرة منتظري، أنا والعنبات حسن مشتاقين يصيروا نخب بلادنا. يا نسمة بلادنا ودينا بلادنا، يا نسمة بلادنا ودينا بلادنا، اشتقنا تلاقي الأحباب طولنا ببعادنا. يا نسمة بلادنا ودينا بلادنا، يا نسمة بلادنا ودينا عبلادنا، اشتقنا تنلاقي الأحباب طولنا ببعادنا. طبعا سلمى، ما في احلى من انه نبدا نهارنا مع اي فعاليه او اي شيء ممكن بخص الاطفال والطفوله. مثل ما قلنا ظروف صعبه كثير، لكن لازم ننتبه قد ايه عندنا عقول حلوه ومواهب متعدده وكبيره لازم نرعاها من الصغر وتكبر وتتطور لحتى تصير دائما سلمى مثل ما بنقول اشياء مهمه ونرفع اسم سوريا بالعالم. اكيد فرح، واليوم رح نحكي عن منظمه طلاق البعث، تحديدا من المنظمات الفاعله جدا ويمكن المنظمات اللي بتعنى كثير بالطفل. اليوم رح نحكي عن فعالية يمكن هي مو أول مرة تنعمل، ولكن لها خصوصية معينة اللي هي بيتم فيها الاهتمام بالأطفال من صف الأول لصف السادس. يمكن هي أول مرة رح يلبس صف الأول الفولار، رح يتعرف شو يعني، رح يساعده طفل أكبر منه، وغيرها كثير من المعاني والقيم اللي بتحملها هي الفعاليات. رح نتعرف عليها أكثر مع ضيوفنا اللي صاروا معنا بالاستوديو، الأستاذة نعمة شدود عضو قيادة منظمة طلائع البعث ورئيسة مكتبي الثقافة والإعلام والعلاقات الخارجية، وطفلة زينو اللي هي صف رابع. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. صباح النور، يا هلا، يسعد صباحكم. صباح، يسعد لي صباحكم، واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه باستديو الاخباريه السوريه. اهلا وسهلا. رح نحكي بالتفاصيل ورح نسمع من زين كمان كثير من التفاصيل، لكن بالبدايه خلينا نتعرف عن هي الفعاليه وكيفيه التحضير لها، شو التفاصيل يلي اشتغلتوا عليها؟ هلا طبعا منظمه طلائع البعث هي بتعنى بالانشطه الموجهه للاطفال، تمام. من ضمن هيدي الأنشطة عنا فعالية اللي عم نحكي هلا عنها هي تنسيب الأطفال صف الأول لمنظمة طلائع البعث.
هيدي الفعالية هي عبارة عن طقوس من الفرح، من السعادة، من الأجواء اللي خلينا نقول اللي بتطفي المتعة والسعادة لا ضمن المدرسة، ضمن الوحدة اللي نحن عم نعمل فيها التنسيب. الهدف من هيدي الفعالية هي تعريف الأطفال صف الأول تمام اللي هلأ هن دخلوا جديد على المدرسة الابتدائية، على مرحلة التعليم الابتدائية، تعريفهم بمنظمة طلائع البعث. طبعاً بدهم يعرفوا هيدا المنظمة حترافقهم 6 سنوات من صف الأول لصف السادس، فنحن من خلال هيدا الطقوس اللي هي فيها رقصات، فيها احتفالات، فيها مظهر احتفالي، بروتوكولات معينة يتم فيها تقليد الفولار الطليعي مثل ما تفضلتي هلأ حضرتك من قبل رفقاتهم اللي هلأ مثلاً صاروا صف سادس، هنن حيودعوا منظمة الطلائع اللي استمرت معهم لمدة 6 سنوات. فهي طقوس احتفالية لحتى نعرف الطفل بالمنظمة، لأني مثل ما بنعرف الطفل ما بيفهم سياسة، في الصف الأول ما بيعرف سياسة، ولكن نحن بدنا نعرفه شو يعني منظمة، شو يعني هيدي اللي هي المكان اللي بيرعاه، اللي بيهتم بمواهبه، اللي هي بده يرافقه، اللي بده يقول أنا هيدا الفولار أو هيدا الشعار اللي أنا حامله هذا لأني أنا منضميت للطلائع، هيدا المنظمة اللي أنا بدي أبقى معاها هيدا 6 سنين، بدي شارك مسابقات الرواد، بدي أروح رحلات معاهم، بدي أقدم مسرحيات، أقدم معرض فني، بدي شارك بالرسومات، يعني المواهب المختلفة للأطفال من ضمن يعني ضمن الأنشطة اللي بتقدمها المنظمة. كتير حلو، خلينا نتعرف عليك يا زين، أنو صف وكم طفل ساعدتي من رفقاتك صف الأول؟ هلأ طلاب صف الأول هلأ لسه هن دخلوا على المدرسة جديد، فما رح يعرفوا إنه شو هو المنديل الطليعي أو شيء، فنحنا إجينا لبسناهم المنديل الطليعي يلي مرسوم عليه الأب والأم والأسرة كاملة. حلو. فلبسناهم وصاروا ينبسطوا وفرحانين كتير لأنه قلدناهم المنديل الطليعي، فهن يعني بيقولوا نحنا تقلدنا المنديل الطليعي يعني انضمينا لمنظمة طلائع البعث، فنحنا نسبناهم لمنظمة طلائع البعث. برافو. نعم، يعني اليوم حكينا عن التنسيب وأهمية هي الخطوة ما بعد التنسيب وكيفية التعامل مع الأطفال. ذكرتي من ضمنهم مفهوم الرواد، يمكن اللي نحن حتى سنة نذكر كان على أيامنا الرواد وقد كان في مواهب فعلا كتير كبيرة. اليوم كيف، شو هي الخطوات الفعلية اللي بيتم التعامل معها بعد عملية التنسيب؟ طبعا هلأ منظمة الطلائع هي ترعى كل الأطفال بكل المدارس ضمن المرحلة العمرية اللي قلت لك عليها من صف الأول أو من 6 سنوات لعمر 12 سنة من خلال المنشطين والكوادر الطليعية اللي موجودين ضمن الوحدات، يعني ضمن المدارس الطليعية وبالمناطق بالمحافظات. بيتم دائما خلينا نقول مثل الجولة للتعرف على أهم يعني على المواهب، على الطفل اللي عنده موهبة معينة بمجال معين، بيتم صقل هيدا الموهبة، بنجذبه لهيدا الطفل هو وأسرته للمدارس التطبيقية ضمن المدارس التطبيقية التابعة لمنظمة الطلائع من أجل التجذيب خلينا نقول هيدا الموهبة اللي عنده إياها، تدريبه عليها لحتى يصير أكثر احترافية خلينا نقول، من خلال عندنا مدربين منشطين مختصين بكل مجال من المجالات اللي ممكن الطفل عنا يكون هو موهوب فيها. كتير حلو. أكيد. يمكن فرح نحن رح نشوف هلأ بعد شوي كمان رح يمرق معنا يمكن صور وشيلة من هاي الفعالية، بتكون بكل المحافظات السورية. أي. لكل طلاب طبعا من صف الأول لصف السادس بيشاركوا فيها هذا الشيء. خلينا نحكي شوي على المجهود والتوزع، يعني اليوم نحن بنعرف كل رفيق مسؤول عن مدرسة، عن محافظة. صح. عن مدينة، وهذا جهد كتير كبير وتنظيم أنه ينعمل بكل المحافظات. صح. هلأ هي مالا برجع بقلك مالا الفعالية الأولى، ونحن ضمن خطة منظمة طلائع البعث، ضمن خطة عمل قيادة منظمة طلائع البعث، نحن في عنا كتير أنشطة وعنا فروع بالمحافظات طبعا مثل ما بتعرفوا، عنا فروع للطلائع موجودة بكل محافظة مع الكوادر اللي هي بتتابع هذا العمل، فمنبقى نحن كقيادة منروح نعمل جولات لحتى نشارك هيدا الفرح مع أطفالنا، فرح الانتساب، لأني مثل ما قلت لك هلأ ومثل ما بشوفوا المشاهدين بعد شوي هي حالة من الفرح بتعمل المدرسة اللي نحن جايين نشارك أطفالنا فيها أنه انتسبوا للمنظمة، غنوا الأناشيد، غنوا النشيد العربي السوري، حملوا العلم الجمهورية العربية السورية، حملوا راية الطلائع. يعني أنت اليوم في طقوس كتير هي بتعني للطفل لحتى نشتغل على موضوع التربية الوطنية. اليوم لما طفلنا صف الأول بيستلم الراية
راية الطلائع من طفل صف السادس فهو استمرارية، إلى رمزية أنه نحن في استمرارية جيل ورا جيل، بالإضافة لعلم الجمهورية كمان اللي بيركض فيه الطفل هو حامله. فنحن هيدي الطقوس ما بنقدر إلا ونشارك فيها فرحة لأطفالنا. طبعا تعرفي صارت معنا قصة بدير الزور وقت اللي كان في حفل التنسيب، فأحد الأطفال صف الأول كتير مبسوط ونحن عم نقلده الفلار، قلت له أنت ليش مبسوط؟ قال في حفلة. يعني هي مجرد وجود صحيح انه في حفله تمام، فانت زرعتي فيه. يعني اول مرحله هو بيدخل فيها لمنظمه الطلائع شاف الفرح والسعاده والضحك، فتركنا انطباع حلو عند هيدا الطفل حيستمر معه على مدار 6 سنوات. اليوم عم نحكي عن ظروف بسوريا بعد حرب دامت كثير سنوات طويله، بالجهه المقابله في الحرب بغزه. نعم. تحديدا اذا بدنا نقول ما شو كل شيء يمكن تفاصيل سيئه ومرعبه مؤلمة عم يتعرض إلى الأطفال. اليوم أطفالنا يمكن من السنوات من 6 سنين خلينا نقول للصف السادس عم بيكونوا إن رضينا أو مرضينا عم يتعرفوا على تفاصيل عم بتصير بحرب غزة. اليوم بمنظمة طلائع البعث كيف فينا نحن نعزز الانتماء القومي والعربي لهدول الأطفال لو بمفاهيم بسيطة نفهمهم يمكن بأساليب بسيطة وبصور بسيطة كل شيء عم بيصير بالجهة الأخرى. عزيزتي منظمة طلائع البعث هي منظمة تربوية وطنية هادفة تمام؟ الهدف الأساسي لمنظمة طلائع البعث هي تربية الأطفال تربية وطنية. اليوم نحن في عنا عمل متكامل بين وزارة التربية ومنظمة الطلائع. وزارة التربية اللي بتعنا بالشأن التعليمي بالشأن المعرفي عند الأطفال، ومنظمة الطلائع اللي بتعنا بالشأن الوطني التنمية الوطنية والتربية الوطنية لأطفالنا، نعرفهم شو هي القيم الوطنية اللي لازم يربوا عليها ونزرعها جواتهم، نزرع حب الوطن جواتهم والانتماء. وإذا أجينا على القضية الفلسطينية فهي القضية الأولى. نعم. تمام، هي قضيتنا جميعا. فطفلنا اليوم حامل هيدي القضية. نحن من فترة لما صارت الحرب البشعة على غزة أطفالنا طلبوا أنه هنن يعملوا وقفة تضامن، بدهم يعبروا، عم بيشوفوا على الموبايلات على التلفزيونات بدهم يشاركوا أطفال غزة بتضامنهم. نظمنا لهم وقفة تضامنية بكل المدارس السورية بساعة واحدة تمام، عبروا فيها، وقفوا، حملوا الصور، حملوا اللافتات، حملوا الأعلام، هتفوا من جوات قلبهم لفلسطين ولغزة، وحتى رحنا على مبنى الأمم المتحدة وقدموا رسالة تنديد للأمم المتحدة باللغة الإنجليزية وباللغة العربية. فأنت اليوم ما فيكي ما أول شغلة أنك أنت تستجيبي لرغبات الطفل بأنه هو يعبر عن حاله تمام، وأنه يشارك خلينا نقول بجراح، يعني ببلسمة جراح وطنه، ويشارك بتضامنه مع أخوته تمام، مثل لما بنخليه يشارك بالفرح وبالسعادة. فنحن اليوم هدفنا الأساسي هو زرع القيم الوطنية والأخلاقية والوجدانية عند أطفالنا. هذا شيء كتير كبير سلمى. نحن لما فعلا منبلش مع الطفل من بداية تشكل الوعي وتشكل هي الشخصية طبعا. لحتى يتعرف من خلال أصدقائه ومن خلال وسط المحيط يمكن على أي تفصيل عم يصير بالدول المجاورة، على الاعتداء الإرهابي اللي صار على أهلينا بغزة وكل شيء تعرض له الأطفال، وقديش نحن بالوقت نفسه فينا نقول أطفالنا يمكن رغم كل شيء صار هن بخير إذا بدنا نقارن فعلا بالشيء اللي عم بيصير بأهالي غزة. اليوم بتعزيز القيم الوطنية اللي نحن عم نحكي عنها بالجهة المقابلة قديش اليوم في أهالي كمان حطوا إيدهم بإيد منظمة طلائع البعث، كان في إيمان حقيقي بجهودها وبالنتائج المثمرة اللي ممكن نحن نحصل عليها. هلأ عمل منظمة طلائع البعث هو عمل تشاركي يعني وتكاملي خلينا نقول، اللي هو بيشمل ثالوث اللي هو الأسرة التربية والطلائع. يعني نحن ما فينا نشتغل بدون الكادر التربوي اللي هي المعلمات والمعلمين بالصفوف تمام، بالإضافة لتعاون الأسرة والمجتمع المحلي، بالإضافة للكوادر التربوية. فنحن عملنا دائما عم بيكون متكامل، بالإضافة خلينا نقول للجهات المشاركة من وزارات من مؤسسات معنية بالشأن الطفلي اللي ممكن إنه هي تدعم عملنا كمنظمة طلائع البعث. طبعا اليوم نحن علاقتنا القوية مع الأسر هي من العوامل الأساسية خليني أقول لك إذا ما أنا الأهم اللي ساعدت باستمرار نجاح عمل منظمة طلائع البعث، لأنه الأهل والأسرة عندهم ثقة بالمنظمة، عندهم ثقة بكوادر المنظمة، عندهم ثقة بأهداف المنظمة. اليوم أنت كتير قليل لحتى
عفوا بهيدي الظروف اللي عم نحكي فيها انك انت تشوفي جهه معينه عندها اهداف نبيله، عندها اهداف وطنيه، ما بدها شيء منك انت، بس بدها هي تقدم طفلك بطريقه معينه للمجتمع وللعالم، وهذا الشيء بيساهم بتنميه شخصيته للطفل. ان احنا بنحطه بتجارب بتخلي شخصيته تقوى، بتخلي شخصيته تطلع متكامله سليمه لما بيعبر عن حاله من خلال المناشط المختلفه. فانت اليوم عم تعملي له تفريغ انفعالي، تفريغ طاقي، تعبير عن النفس، فهذا كله بيساهم بتربية الطفل. أكيد. ويمكن نحن عم نحكي بوقت الظرف الاقتصادي كمان صعب. صح. يعني نحن عم نحكي منظمة طلاق البعث بتغطي جميع المدارس الحكومية الوطنية. صح. اللي موجودة ضمن الجمهورية العربية السورية. الحكومية والخاصة كمان. صحيح. وكمان عم بيكون في فعاليات عم تكفلوا على حسابكم. صح. بانتقال الأطفال، مثل ما شفنا رواد طلائع كان بالنبك بطرطوس بحمص باللاذقية. صح. كنتي حضرتك معنا. فأنتوا عم بتاخذوا الأطفال، عم تاخذون رحل ترفيهية، عم يتعرفوا على المدينة، يمكن بالأوقات والظروف الطبيعية مو كل الأهل هلأ حتى قدرانين يعملوا هاي الأنشطة. خلينا نشوف، كنا عم نحكي قبل شوي عن غزة وعن رسالة الأطفال. نعم. معنا مادة فيديو لأطفال طلائع البعث من مدارس مختلفة وجهوا رسالة لأطفال فلسطين، خلينا نشوفها ونرجع لنكمل حديثنا. جاهزة المادة معنا نشوفها؟ يبدو المادة وندعم القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني المشروع. سوري وفلسطيني شابتنا الأيادي، سوري وفلسطيني شابتنا الأيادي، بالشام والقدس الأقصى مهد الكرامة. يعني سلمى، مشاهد يمكن خلينا نقول مقتطفات إذا بدنا نقول، لكن بتلخص ألم ووجع كتير كبير أطفال غزة اللي هني أطفالنا، أهل غزة اللي هني جزء وهني الهوية العربية والهوية الفلسطينية. اليوم ما فينا نكون نحن بمعزل، حتى أطفالنا اليوم ما فينا نجنبهم يمكن هي التفاصيل وكل شيء عم بيصير. قديش حلو اليوم لما بيكون عنا أطفال بهي الأعمار وعندهم هذا الوعي بهي التفاصيل. صحيح. قديش يمكن اشتغلتوا على هذا الموضوع اليوم لحتى نحن يمكن عمر 6 سنين بدنا نشرح له قضية كتير كبيرة. صح. وجع كتير كبير، فقد وألم وجرح كتير كبير، فكيف كان التعاطي مع هذا الموضوع إذا بدنا نقول من الأعمار الصغيرة للأعمار الأكثر وعياً؟ تمام. هلأ مثل ما حكينا من شوي، الطفل أنت ما بتقدري تلقني تلقين تماماً القضية اللي أنت بدك إياها، أو خلينا نقول الشيء اللي بدنا إياه ينحفر جواته ما بنقدر نلقنه إياه. إذا ما حس حاله هو فاعل فيه، تمام، ما حينزرع جواته، ما حينغرس جواته. فنحن اليوم حملنا القضية من خلال خلينا نقول مسرحية حكينا فيها، خلينا يؤدي دور فيها المقاومة الفلسطينية وأطفال غزة والشهداء. فأنت اليوم زرعتي جواته شو يعني مقاومة. اليوم نحن لما منخلي يطلع يغني لفلسطين ويعمل الرقصات الفلكلورية الفلسطينية، تمام، أنت زرعتي جواته حب القضية. اللي عم بيأدي واللي عم بيشاهد من الأطفال الموجودين بالمدرسة مثلاً أو الحضور، تمام، انزرعت جواتهم هيدي القضية. فنحن من خلال الأنشطة منزرع جوات أطفالنا حب الوطن والتمسك خلينا نقول والاعتزاز بالقضية الفلسطينية. نعم أكيد. قبل ما نختم بس بدنا ونشكر ضيوفنا، آخر كلمة شو بتحب تقولي لكل رفقاتك؟ بحب إنه كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد رأس السنة، وإن شاء الله أهل فلسطين يكونوا حرين، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير. وأنتي بخير. وأنتي بألف خير يا زين. شكرا كثير لك لأنك كنتي معنا اليوم ونورتي صباحنا، وكانت البداية كثير حلوة مع طفلة لطيفة وشخصيتها حلوة مثلك. أستاذة نعمة شكرا لك، نتمنى لكم كل التوفيق، وتحية كثير كبيرة لكل العاملين وراء منظمة طلائع البعث والفاعلين والداعمين لك الأطفال. أكيد. شكرا لكم لوجودكم معنا. يسعد صباحكم صبايا، شكرا كثير لكم.
أما هلا سلمى أكيد صار الوقت لحتى ننتقل إلى غرفة الأخبار للإطلاع على آخر وأهم المستجدات على الساحة السياسية العربية المحلية والعالمية مع زميلتنا نرمين علي عمار. يسعد صباحك نرمين. صباح الخير فرح وسلمى. موجز للأخبار لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوفد المرافق وبحثا العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد رئيسي استراتيجية وعمق العلاقات بين البلدين مبينا أنه تم تنفيذ قدر كبير من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الرئيس بشار الأسد خلال زيارته إلى سوريا في أيار الماضي. وشدد رئيسي على ضرورة تسريع التنفيذ الكامل للاتفاقيات والتفاهمات بين البلدين مشددا أنه لدى إيران وسوريا قدرات هائلة لتوسيع تعاونهما في المجالات الاقتصادية والتجارية، موضحا أن التخطيط والمتابعة من قبل الجهات المعنية في طهران ودمشق سيسمحان بتفعيل هذه القدرات في أقرب وقت ممكن وصولا إلى نتائج تخدم البلدين والشعبين الصديقين. وأكد رئيسي أن سبب عداء أمريكا والكيان الصهيوني لسوريا هو مقاومة سوريا قيادة وحكومة وشعبا لمخططاتهم والانتصار على الإرهاب الذي دعموه، معربا عن ثقته بأنه كما انتصرت دول العراق وسوريا واليمن ولبنان سينتصر أيضا الشعب الفلسطيني في الميدان. من جهته نقل المهندس عرنوس تحيات الرئيس الأسد إلى الرئيس الإيراني مشيرا إلى أن زيارة الرئيس رئيسي الأخيرة إلى دمشق كانت نقطة تحول في العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين. وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة السورية على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات ومنها السياحة والمصارف والنقل والزراعة والصناعة. كما بحث المهندس عرنوس ورئيس مجلس الشورى الإسلامية في إيران الدكتور محمد باقر قليبافة في طهران العلاقات الثنائية بين سوريا وإيران وسبل تطويرها وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية. وأعرب قليباف عن ثقته بأن زيارة الوفد الحكومي السوري برئاسة المهندس عرنوس ستسهم في تعزيز العلاقات على جميع الصعد. وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أهمية الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الوفد الحكومي السوري، وقال يجب الاستفادة من الفرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. من جهته أكد المهندس عرنوس أهمية وضع الاتفاقيات التجارية والاقتصادية موضع التطبيق بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، مشيرا إلى اللقاءات المهمة التي تمت خلال زيارته الحالية مع النائب الأول للرئيس الإيراني واللقاءات والمباحثات التي أجراها الوفد السوري مع نظرائه من الجانب الإيراني والتي حققت نتائج إيجابية. وقال رئيس مجلس الوزراء خلال الأشهر القليلة الماضية وبعد زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا تمكنا من دفع العديد من القضايا بين البلدين بسرعة أكبر، مشيرا إلى أن من نتائج الزيارة إنشاء بنك مشترك والعمل على استخدام العملة المحلية للقيام بالتبادلات التجارية. في خبرنا الأخير، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الغاشم على قطاع غزة المنكوبة وسط قصف عنيف وارتكاب المزيد من المجازر وجرائم الإبادة الجماعية مع تفاقم الوضع الإنساني. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد 20 فلسطينيا وجرح آخرين، نقل قسم منهم لمجمع الشفاء الطبي، فيما لا تزال أعداد منهم تحت الركامة. وقصف طيران الاحتلال 3 منازل في شارع المنصورة ومنطقة الطواحين في حي الشجاعية شرق غزة ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح مختلفة، فيما واجهت مركبات الإسعاف صعوبة بالغة في انتشال جثامين الشهداء نتيجة القصف المدفعي المتواصل في المنطقة. وتواجه الطواقم الطبية وطواقم الإنقاذ صعوبة بالغة في انتشال جثامين الشهداء في ظل القصف المستمر والمتواصل على مختلف مناطق القطاع،
في غزة ولا تستطيع القيام بعمليات الإجلاء للجرحى وانتشال الجثامين من تحت الأنقاض في بعض الأماكن. ختام الموجز، عودة لك فرح. شكرا لك زميلتنا نيرمين من غرفة الأخبار، ومتوجهين لحتى نكفي باقي فقرات صباحنا. رح نروح يا فرح لحلب، وهلأ مثل ما بتعرفي هلأ هذا الوقت اللي بيصير فيه كتير فعاليات وبازارات وأشياء خيرية، ويمكن مع آخر السنة بيكتر أساساً البازارات، وبالذات بحلب رح نتعرف على بازار من قبل الكنانة للمعارض اللي شهدت إقبال كثيف، وتفاصيل أوفى بالتقرير التالي. إقبال كثيف شهده بازار حلب المقام من قبل الكنانة للمعارض الذي تشارك فيه عشرات السيدات والفتيات. طبعا نحن سمينا هذا البازار هو بازار حلب أحلى، لأن أكيد حلب ما بتحلى غير بأهلها، هن اللي أكيد رح يعمروها ورح يبنوها. هذا البازار اللي بيضم أكثر من 200 سيدة موجودين هنا ضمن مشاريع صغيرة. طبعا كل سيدة هون بهذا البازار هي قصة، هي حكاية، هو مشروع صغير بلشت فيه السيدة أو الصبية. البازار هذا بضم سيدات من عمر 15 سنة لعمر 75 سنة. الهدف منه طبعا انه احنا نشجع هدول السيدات ونسوق لهم ونروج لهم، يقدروا هن يقدروا يبيعوا بظل الظروف المعيشية الصعبة. يعني بتقدر هاي الصبية اللي هي معايشة مع اهلها تقدر تدعم عيلتها، وبالتالي تدعم المجتمع وتكون وتحسن من وضعها المعيشي، وبالتالي هي كمان تعمل مشروع صغير. هذا المشروع اكيد رح يكبر. نحن حسينا انه دورنا انه نحن نقدر نساعد الأشخاص اللي هن فعلا موهوبين ومميزين. بيقولوا سيدات حلب مبدعات، فعلا هن مبدعات ومتميزات بأعمالهم الفريدة اللي ممكن لاقيها بأي مكان غير بحلب، مدينة الصمود والإبداع والفن والجمال. أجنحة المعرض تضمنت مشاركة السيدات والفتيات بأعمال منزلية تنوعت بين الحلويات والصوف والمستحضرات الطبية من الأعشاب واللوحات وحرف عديدة. أثبتت خبرة سيدات حلب في تقديم منتجات ذات جودة عالية. لأنا مشاركة بلوحات فنية، رسم بورتريهات، بشتغل تواصي على النت. شغلي الأساسي هو هندسة عمارة، بس هي موهبة تابعت بهالمسيرة وحبيتها لأنه شغفي بالرسم. مشاركتي بالمعرض كانت كتير حلوة وتفاعل الناس كتير مبسوطة فيه. المشاركة كانت كتير كتير حلوة، وشايف هالحشد من العالم، وإن شاء الله نكون هيك نطلع من هالأجواء اللي كنا فيها وأجواء الحرب وأجواء الزلازل، وإن شاء الله يكون شيء خير علينا يا رب. والله بصراحة أنا هي تجربة تانية لألي، والمعرض كتير حلو، فيه إقبال كتير كبير. يعني بشجع كل السيدات أنه يشاركوا دايما بالمعارض. هذا النوع من المعارض يعتبر حاجة مستمرة، كونه يشكل رافدا اقتصاديا وتنشيطا للمشاريع الصغيرة. أنس رمضان، الإخبارية السورية، حلب. وصلنا بفقرتنا، رح نحكي عن موضوع كتير مهم هو الثقافة القانونية، وقد ممكن تحمينا بكل مفاصل حياتنا، بتحمي الشخص، بتحمي نفسه وبتحمي أمواله، وحتى إن كان في دائرة عمل معينة بتعرفه على حقوقه وواجباته بالوقت نفسه. أكيد يا فرح، ويمكن هذا الموضوع كتير مهم حاليا نحكي طبعاً عنه بظل هذا الوقت، لأنه الثقافة القانونية هي مو بس بتحمي الشخص، وهي بتخليه يعرف أكثر شو لازم يتصرف بكثير من الأمور. رح نتعرف أكثر على كل هاي المواضيع ونحكي عنها بشكل مفصل مع الأستاذ المحامي مصطفى منيحان. أهلا وسهلا فيك أستاذ، يسعد صباحك. صباح الخير لكم كافة المشاهدين الكرام. يسعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا فيك. اليوم اخترنا موضوع الثقافة القانونية لحتى نحكي عن أهميتها بالوضع الحالي. خلينا نعرف بالبداية شو هي الثقافة القانونية من حضرتك، وشو هو القدر الكافي خلينا نقول للشخص حتى يكون عنده ثقافة قانونية؟ تمام. هلا اليوم المواطن يجب ولازم يتمتع بحد أدنى من هاي الثقافة القانونية، لأنه هاي الثقافة القانونية هي اللي بتحمي هذا الشخص من الوقوع بأفعال مخالفة للقانون. نعم. وبنفس الوقت بتحمي الشخص وبتحمي ماله من الضياع. يعني هاي كتير مهمة، يعني والحد الأدنى منها اللي بيتمتع فيه هذا الشخص هو اللي بيحميه. طيب خلينا نحكي شوي، يمكن في كتير أشخاص
ما بيعرفوا قديش في مواضيع بسيطة بالحياة بس هي إذا الشخص لجأ فيها للقانون رح يقدر يستفيد أكثر ويجيب حقه. حكينا سابقا يمكن عن النصب والاحتيال، حكينا يمكن عن العقود وصولات الأمانة، كتير أشياء بيتعامل فيها الشخص بحياته اليومية الأساس فيها هو القانون. خلينا نحكي عن أبرز شيء لازم يعرفه أي إنسان طبيعي ضمن الثقافة القانونية. تمام. هلأ الشخص العادي لازم هو يكون عنده أول شيء فكر قانوني، يعني كشخص عادي يعني يعرف أنه هذا الصح وهذا الخطأ. يعني اليوم لازم يعرف أنه مثلا أنا ارتكبت بهذا الفعل أو عم بساوي فعل هو جازه القانون، ولكن هذا الفعل قد يؤدي به إلى مثل ما يقولوا يصبح مشتبه به أو مخالف للقانون. منها على سبيل المثال مثلا أحيانا أشخاص بيوقع سند أماني، فأحيانا بيروح بيستأجر سيارة أو بيروح بيقوم بعمل أي شيء، فبيجي الشخص الثاني عشان يضمن هذا حقه فبيوقعوا على سندات أمانة فاضية. فهذا الشخص اللي عم يقبل إنه يوقع على سند أمانة فاضية أو عم يوقع ورقة بيضاء، فهي الورقة بتودي فيه للتهلكة. يعني أحيانا إنه هذا السند الأمانة أنت أعطيته إياه فاضي، فأنت أعطيته خيار إنه يحط المبلغ اللي بده إياه ويحط العنوان اللي بده إياه، الموطن المختار اللي بده إياه، فيمكن هو يحط مبلغ يمكن أنت ما تحسن تسدده، يمكن أملاكك كلياتها يحط لك إياهم بسند واحد وأنت ما تحسن تدفعه، فبيؤدي في مصادرة أملاكك، الحجز على أملاكك من قبله زائد سجنك. فهذا الشيء كتير مهم والعالم كتير عم ترتكبه بشكل شائع انه خطأ توقيع السند الأماني فاضي، خاصة انه مثلا احيانا عم يستأجروا السيارة فبيكون ذاك تبع السيارة خايف مثلا يروح يعمل له فيها حادث ويدفع له هذي، فيروح بيوقع السند فاضي. فلما بصير احيانا خلاف بيناتهم بيروح بيحط قيمة السيارة كلياتها بالسند وبيطالبوا فيها، فهذاك بده يرضخ ساعتها انه يدفع شو ما دفع، بيقول لك انا ربحان احسن ما المهم بيجيب له مثلا قيمه السياره. فهي كمان من الاخطاء الشائعه اللي عم يرتكبوها العالم كثير كثير كثير، هي احدى الامثله يعني. ومثال ثاني كمان يعني حتى في عالم احيانا بيكون عنده مشروع صغير فبيحب يكبر هذا المشروع الصغير، فبلش ياخذ من هذا شويه مصاري ومن هذا شويه مصاري ومن هذا، فهو هون عم يرتكب جرم يعني. هو يمكن يقول لك انا ما بعرف، تمام، انه انا ما بعرف انه والله هذا جرم، هو اسمه جرم جمع اموال، فهو ما بيجوز انه يجمع الاموال لانه يعني هذا بيعاقب عليها القانون. يعني بيجي بيقول لك انا ما بعرف، الجهاله ما يعني ما في شيء اسمه جهاله بالقانون، يعني حتى الجهاله بالقانون هي بتكون نوعين فقط، يمكن واحد يتمسك فيها انه انا جاهل بهذا القانون. النوع الاول هو انه اذا صدر قانون معين فهذا القانون ما بيتطبق بحق أي مواطن سوري إلا لبعد 3 أيام من صدوره، يعني صدر اليوم معك 3 أيام أنك أنت تعلم فيه كمواطن سوري، بعد 3 أيام أنت ما عاد فيك تقول أنه أنا شو ما بعرف هذا قانون. وبالنسبة للأجنبي يلي بيحضر على سوريا لأول مرة فهو كمان نفس الشيء، ممكن يجي هذا الزلمة ما بيعرف أنه مثلا نحن عندنا مثلا مرسوم أو قانون بيمنع التعامل بغير العملة السورية، فبيجي بيروح بيشتري بضاعة بالعملة الأجنبية وبيروح وبياخذ كذا، فبصير أحيانا معه إشكال بيروح بيشتكي بيلاقي حاله إنه هو متورط بالتعامل غير عملة سوريا. فهون القانون كمان أعطاه مهلة 3 أيام من تاريخ وصوله على سوريا بشرط واحد، إنه ما يكون بلده مجرم نفس الجرم اللي هو شو مرتكب بسوريا. فإذا كان مثلا بلده مثلا بالجزائر بيمنع مثلا التعامل بغير العملة السورية غير العملة الجزائرية، وهون غير بيمنع وغير هون بيمنع، فهون ما بيحسن انه يعتد ما دام انه البلدين بيمنعوا التعامل. نعم. فهذا الشرطين كتير اساسيين وممكن هون يتمسك بالجهالة، اما غير هيك مستحيل. واكثر من هيك يعني احنا يعني اكثر الشائعين كمان هي جمع الاموال، فلحنا احيانا بفكر انه هو مشروع صغير بده يكبره على حساب الناس انه يجمع لهم ويعطيهم، بس هذا الشيء كمان جرم لانه اي حدا بيشتكي عليه بيرد بيشتكي واحد ثاني، مجرد ما تجمع 3 أشخاص صارت هي جنايه جمع اموال. يعني جنايه ما لانه مثلا شيء بسيط يعني، هي كمان من الاشخاص اللي بتقع. واذا اشتكى عليه واحد انه اخذ له مصاري يشغل له اياهم وما رجع له اياهم قد توصفوا له اياها كمان بجرم احتيال، يعني انه اخذ مصاري وما رجع لهم. فهدول يعني السند الامانه وجمع الاموال هي اكثر شيء اليوم هو شائع بين الناس. نعم.
كمان اليوم نسمع عن كثير أشخاص يمكن نتيجة انتشار وضرورة الثقافة القانونية يمكن أي خطوة ممكن يعملوها يلجأوا لمحامي، إن كان حتى بموضوع مثلا شراء منزل، بيع منزل، بأي تفصيل ممكن بالحياة. حضرتك أستاذ بصفتك محامي اليوم، شو بتنصح الناس؟ أنت بتنصح أنه يوكلوا محامي ويكون معه خطوة بخطوة، يكون شيء أساسي؟ تمام. هلا المحامي هو اليوم مهنه ضروري، يعني مهنه اوجدت ل حمايه حقوق الناس ومساعدتهم وتقديم لهم العون وتقديم للقضاء العون في سبيل اظهار الحقيقه، ولكن احيانا قد يلجا الشخص لشراء عقار، فهذا الشخص يعني العقار قد يكون حقه بالمليارات، فانت شخص بيدفع مليارات، فيعني حد ادنى انك انت تستشير يا محامي او شخص متخصص بهذا المجال، يعني يمكن انت تدفع هاي المليارات وتروح عليه، قد يكون هذا البيت منباع سابقا، قد يكون عليه قد يكون عليه اشاره بيع، قد يكون الوكاله اللي حبيبي عكا هذا الشخص غير صحيح، حيطلع هذا الشخص نصاب او محتال، وهي يعني هي الشائع اللي عم يصير كمان، فالشخص لما بيجيب وراء البيت ما يعني دائما ما بيعتد بالاوراق اللي بيجيبها البائع، فلازم مثلا انت لما تستشير شخص متخصص محامي او شخص رجل قانون، فهذا الشخص لما انت تستشيره فهو راح ياخذ رقم العقار، يطلع هو الاخراج القيد، يشوفه الصح انه هذا الاخراج القيد ما عليه اي اشارات بيع لهذا العقار، لانه اشاره واحده للبيع فقدت لك كل اموالك، بتروح كلياتها، لانه بيكون له حق اشاره الدعوى الاسبقيه اللي وضعها اول، فهو بده يشوف انه اذا عليه اشاره دعوى، اذا عنده هداك وكاله، فبيجوز انك انت تاخذ هي الوكاله انه هو اللي جابها البائع، لا انت بدك تاخذ هي الوكاله تراجع فيها كاتب العدل اللي صادره، تتاكد منها انه غير معزوله، انه لساتها قائمه مفعوله، ويوم بدك تكتب العقد بدك تتاكد كمان انه هي الوكاله انه موجوده لساتها وما اعتزلها او تم اعزالها حسب اذا كانت عامه او خاصه، فهي الشغلات كثير نقاط كثير مهمه، يعني هي الشغلات اللي بتضيع للشخص احيانا حقه، فبتلاقي دفع مثلا مليار حق بيت، ثاني يوم بلاقي انه منباع البيت تماماً. فبروحوا عليه وبيعلق بقصص كبيره، يعني بيكون مثلا شغلته بتكون احيانا استشاره بصير بده دعوه بترح له ايام واشهر. صحيح. طيب استاذ خلينا نحكي كمان عن مشكله ثانيه، يمكن حضرتك كنت عم تقول انه في تصرفات بيتصرفها الشخص مثل انه بيوقع على شيء او بيقول فيه يروح يشتكي يقول في حدا اخذ مني مصاري او كذا، دائما بنسمع هي الجمله القانون لا يحمي المغفلين. تمام. يعني انت بتروح لتشتكي بيقول لك وين الدليل؟ وين الاثبات؟ تمام. شو الاثباتات او الدلائل اللي لازم الشخص يوفرها ويعترف فيها القانون لحتى انا وقت بدي اروح اشتكي مثلا ممكن انا حدا دينني مصاري او دينت من حدا مصاري بس ما اخذت عليه لا وصل ولا سند. تمام. يعني مثلا مكالمات، رسائل، مسجات، احيانا بيكونوا حاكين مع بعض على مواقع التواصل الاجتماعي، هي تعتبر ادله بيناتهم او لا؟ تمام. هلا اليوم القانون اخذ تسجيل مكالمات الصوتيه كحد ادنى، يعني وفق الاعراف، يعني التسجيل او موافقه النيابه تعتبر هي دليل، يعني ممكن يكون واحد مسجل مكالمه بينهم ويبرزها وممكن ياخذها القضاء منه وممكن ما يرفض ياخذها، وممكن احيانا كمان الرسائل اللي على الواتساب او المسجات كمان هي تكون احدى وسائل الاثبات، ولكن انه على مبدا انه القانون لا يحمي المغفل، فهي نفس الشيء سند الامانه، لما بيجي مثلا احيانا بيوقع سند الامانه بروح بيرفع هذاك الشخص دعوه حاطط له المبلغ اللي بده اياه وبيقول انه انا الي هذا المبلغ، فهو كيف هذا الشخص يلي وقع سند الامانه بده يثبت عكس هذا السند، وبالقانون يعتبر السند انه الورقه هي بينه كتابيه وما بيجوز اثبات عكس هي البينه الكتابيه الا ببينه كتابيه مثلها، يعني بده يكون في ورقه ثانيه معه، مثل العقد الصوري، عقد البيع احيانا واحد بيكتبه هيك مشان يتهرب من موضوع معين، فاذا ما كان في عقد ثاني بيثبت انه هذا العقد الاولاني هو عقد صوري ما له اي شيء ولا بيع وانه كان بس مجرد، فبروح عليه البيت، فدائما السند الامانه ما بيجوز اثباته الا ببينه كتابيه، وهي صعبه تثبت لانه البينه الكتابيه ما بيجوز حتى اثباتها، يعني يمكن بالشهود.
طيب إذا بنحكي اليوم من خلال يمكن مراجعات الناس والمظلومين وبعض الشكاوات اللي ممكن تجي لحضرتك اليوم، يمكن أبرز المشاكل اللي عم بتتم وأبرز المخالفات نتيجة ضعف، ما بدنا نقول جهل كامل، نتيجة ضعف الثقافة القانونية، شو عم بتكون وشو بتنصح العالم اليوم كيف تكون ثقافتهم القانونية وكيف يقدروا يحموا حالهم ويحصلوا حقوقهم بنفس الوقت، يعني يعملوا تحسين كامل إذا بدنا نقول. تمام. هلا اليوم بيقدر أي شخص اليوم يعني اليوم نحن عنا صار مواقع التواصل الاجتماعي، عنا جوجل، يعني بيقدر يلجأ إلهم إنه يعرف مثلا أحيانا يكتب استشارة عليها إنه مثلا هي مثلا هذا الجرم هل مجرم بالقانون السوري، بيطلع له يعني بكل سهولة، يعني إذا ما بده يروح لعند محامي بيقدر يمكن أحيانا، يعني بس ما راح يكون عنده دقة الجواب مثل المحامي أو المستشار القانوني. بس هي دائما اللي احنا ننصح إنه يروح الشخص لما يعمل أي إجراء إنه يلجأ لمستشار قانوني، مستشار قانوني هو اللي بيحميه، هو بيحميله نفسه للشخص وبيحميله ماله، فهي كتير كتير ضرورية. يعني اليوم الاستهتار من هذا الشخص بيضيع له ماله حتى بيوديه إنه للسجن. أكيد، ودائما فرح بنقول الواحد ما بيصير له شيء إذا سأل، يعني يسأل مختص أو يسأل خبير أفضل من إنه بعدين يدور على حلول ما تنصفه هالحلول وما ترجع له حقه. شكرا لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمت لنا. شكرا لكم وكافة المشاهدين، شكرا لك. شكرا لك. أما هلأ يا فرح رح أروح على العدقية، وبمناسبة طبعا اقتراب عيد الميلاد ورأس السنة إضاءة الشجرة ورفع التراتيل بين أحضان الطبيعة، والتفاصيل بالتقرير التالي. بين أحضان الطبيعة هنا في منتجع نسمة جبل في ريف القرداحة في اللاذقية، وسط حضور رسمي وشعبي، إضاءة شجرة عيد الميلاد ورفع التراتيل بمناسبة اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة. فعالية رمزية لإضاءة شجرة الميلاد، رمزية بالمعنى ولكن كبير بالمعاني، عم نوجهها لجمهورنا وخاصة في ظل العدوان الغاشم على أهلنا في فلسطين وبغزة، أنهم عم يعطوا رسائل للقتل والدمار، لحنا عم نعطيهم رسائل للحياة والمحبة والاستمرار من سوريا تضامنا مع شعب فلسطين. بهني شعبنا كلياتهم بعيد الميلاد المجيد ورأس سنة مباركة، نتمنى لهالبلد كل خير وسلام واطمئنان، وربنا يفتح لنا أبواب هالبلد لحتى نقدر يكون في عنا استثمارات جديدة والشعب يقدر يعيش عيشة كريمة كما يجب. من هنا نقف ونطالب دائما وأبدا أن نحافظ على هذا الوطن وأن نحافظ على اقتصاده وأن نلتفت إلى تربية أبنائه تربية وطنية صحيحة وأن نتعايش مع بعضنا البعض للقضاء على هذا الفكر الظلامي. نحن عم نوصل رسالة محبة وألفة بين كل الأطياف المجتمع السوري، وحابين نوصل رسالة نحن نضوي على المنطقة الحلوة اللي موجودة ببقعة من أجمل بقاع سوريا. الحقيقة بتتميز ببيئتها، بتتميز بطبيعة أهلها الحلوة، بضيافتهم، بكرمهم، يعني هاي مواصفات كتير حلوة لمنتجع قائم بهالمحل هذا. الاحتفالية رسالة سلام وحب وشعلة أمل بالأمن والأمان لكل الشعوب في المقبل من الأيام.
وفقرتنا الطبية سلمى رح نحكي عن موضوع مهم ونركز عليه بشكل كتير كبير. فاليوم لأي شخص لما بيحس يمكن بتغيير معين بجسمه بيلجأ إلى الطبيب وتبلش رحلة يمكن التحاليل سلمى لاكتشاف المرض والأسباب اللي عم تأدي يمكن هي المشاكل داخل جسمه. الغدد الدرقية يمكن سلمى هي أول التحاليل يلي ممكن يوصفها الطبيب، والخلل بعمل الغدد قديش له تأثيرات جانبية على جسم الإنسان بكافة التفاصيل. فسلمى اليوم رح نحكي عن الغدد الدرقية وجارات الدرق وقديه لها تأثير اليوم على جسم الإنسان. صحيح يا فرح، ويمكن اليوم في كتير أشخاص بيعانوا من مشاكل صحية ولكن ما بيعرفوا شو التحاليل اللي لازم يعملوها أو شو الخطأ بوظائف الجسم. الأشياء دائما بنروح لعند طبيب، بناخد وصفة، بنحلل تحاليل أحيانا فيتامينات، وإلا أنه بعض الأعراض بتكون واضحة وهي خربطة مثل ما بيقولوا بهرمونات الجسم الناتجة عن الغدد. اليوم رح نتعرف شو هي الأعراض البسيطة اللي أنا ممكن أعرفها وبالتالي أتوجه للطبيب أو المختص بهذا الموضوع. كل هاي التفاصيل مع الدكتورة المختصة بالغدد والسكري الدكتورة سوسن خليل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، يا هلا. صباح الخير دكتورة. صباح النور. اليوم خلينا بالأول نعرف عن غدد جارات الدرق وشو هي عملها بالتفصيل داخل جسم الإنسان. هلا غدد جارات الدرق هي عبارة عن غدد صماء صغيرة كتير قد حبة العدس، هي تقريبا 4 هي بشكل عام وممكن تكون أكثر. بتتوضع ليش سموها جارات الدرق؟ لأنه عنا الدرق هون مثل ما بتعرفوا بمقدم العنق على شكل فراشة، هي بتتوضع خلفها، يعني في خلف كل فص، في عندي الفص الأيمن والفص الأيسر للدرق، خلف كل فص بيكون عندي غدتين جارات درق. هذا بشكل عام، ممكن مثل ما قلت لك تكون أكثر، يكونوا 5، يكونوا أقل 3 حسب التشريح. ممكن تكون واحدة هاجرة للصدر للمري، شافوا هيك حالات. هلا وظيفتها هي رفع الكالسيوم بالدم بغض النظر كيف بدها ترفعه، يعني المهم ترفع، اوكي، ترفع الكالسيوم بالدم بطريقه عن طريق امتصاصه من الامعاء الدقيقه بواسطه فيتامين دي، عن طريق ايضا حل كسر العظم عن طريق خلايا كاسرات العظم، و ترحيل الكالسيوم من العظم إلى الدم، وعن طريق الكلية. الكلية طبعا هي بتعزز تفعيل الفيتامين دال بربط الون ألفا فيه. فيتامين دال طبعا هلأ بنحكي كيف بتشكل، بتعزز أنه يصير نشيط أكتيف. والطريقة الثانية أنه بتمنع طرح الكالسيوم وتزيد عودة امتصاص الكالسيوم إلى الدم. فإذا هي وظيفتها رفع الكلس بالدم. طيب دكتورة خلينا نعرف إذا صار في مثل ما بيقولوا خربطة بالهرمونات وأدى هذا الشيء لخلل بعمل غدة جارة الدرق، شو الأسباب أو الأعراض اللي بتظهر عند الشخص؟ هلأ الأسباب كثيرة طبعا، فينا نختصرها بطريقة أنه في عندي أسباب ورم هي 4. في عندي ممكن يصير واحد يتورم، يصير في عنده أدينوما. هذا السبب يشكل تقريبا 85% من أسباب فرط نشاط جارات الدرق. هذا السبب، هذا الورم 99% حميد سليم، 1% أو أقل بيكون كانسر سرطاني. ولحسن الحظ ممكن أنه يتشارك مع أورام غدية بغدد تانية مثل النخامة والبنكرياس بمرض بنعرفه تناظر اسمه المينوان. المرض الأورام الغدية المتعددة Multiple Endocrine Neoplasm، هذا وراثي يورث بالعائلة. فإذا هذا أول سبب، السبب وهذا بنسميه فرط النشاط البدني. أما السبب الأسباب الأخرى ممكن أنه يكون 4 كبرانة. إمتى بتكبر هاي؟ وقت يصير عندي أي مرض عمل لي نقص كلس بالدم، فلذلك بتصير بتشتغل أكثر وبيصير فيها فرط تصنع، بتكبر 4، أوكي؟ مثل مثلا قصور كلوي مزمن، مثل سوء امتصاص، نقص فيتامين دال، نقص كالسيوم. أي مرض بيعمل نقص كلس بدها تشتغل أكثر مشان ترفع الكالسيوم، بتقوم بتكبر هاي 4، أوكي؟ وبالتالي بيرتفع هرمون جارة الدرق اللي هو باراثورمون PTH بنحلله.
فإذا هاي الأسباب بشكل عام، في عنا البدئي، في عنا الثانوي، وفي عنا الأمراض الوراثية مثل ما قلت لك. دكتورة خلينا نحكي عن خطط العلاج في حال كان يمكن الارتفاع أو ممكن نقول الغلط في عمل غدد جارات الدرق، كيف بيكون العلاج من الحالات البسيطة إلى المتوسطة والخطيرة؟ هلأ العلاج طبعا بالأغلب جراحي. أول شيء نحن ما حكينا عن التشخيص، لقلك التشخيص لأنه له علاقة بالعلاج. هلأ التحليل إذا كان مثلا PTH، إذا كان PTH ما كتير مرتفع، هذا بيدلني أنه في عندي نقص كالسيوم، نقص فيتامين د، وبالتالي أنا بصلح فيتامين د وبصلح الكالسيوم، برجع بعمل تحليل PTH أو هرمون جرات الدرق بلاقي ظابط طبيعي. أوكي. أما إذا كان فوق المية فوق الأكتر، هذا بنشك بورم. شو بنعمل وقتها؟ بنعمل إيكو، بنقوم نلاقي في عنا ورم بجارات الدرق، ممكن انه نعمل طبقي ولا شيء ثاني، بس الايكو عاده بنعتمد عليه. اذا لقينا ورم واحد بجارات الدرق، هذا قطعا العلاج جراحي، اوكي، ما في علاج ثاني، بنشيل هذا الورم بيرجع كل شيء طبيعي. في عندي ثلاثه عم يشتغلوا، يعني انا شلت وحده، الورم عاده بيكون وحده او اثنتين، حتى لو شلنا ثلاثه وخلينا وحده بيرجع الجسم طبيعي، بيرجع الشغل طبيعي. اما اذا كان بالالاف، اوكي، بالالاف عندك حللتي الهرمون جرات الدرق لقيتي فوق الالف، فهذا قد يكون ثانوي وقد يكون كانسر. الكانسر السرطان من مميزاته انه بيرفع الكالسيوم بشكل شديد، وبيعطي اعراض شديده لارتفاع الكالسيوم، وبيعطي مثل كتله صلبه بالعنق، وبالاضافه لذلك بنلاقي الهرمون فوق الالف اكثر، احيانا بوصل ل5000 10000 الى اخره. هو الحد الطبيعي له هو من 15 ل65، اي شيء فوق 70 هو فرط نشاط جرات الدرق. فاذا العلاج حسب الحاله، يا اما بدنا نصلح نقص الكالسيوم ونقص الهي دوائيا، او بالثانوي بدنا نصلح الخلل جراحيا، او اذا في ورم بدنا نشيله جراحيا. طيب دكتوره، باعتبار انه هن جارات للدرق، اذا صار فيهم التهاب او صار فيهم نقص او خلل او ورم سواء حميد او سرطاني، بتتاثر الغده الدرقيه بهذا الشيء ام لا عملهم مختلف حتى ولو كانوا متقاربين بالمكان؟ هلا هن جارات الدرق ولكن منفصلين انفصال تام عن عمل الدرق، اوكي؟ هن مثل انا وجارتي، انا بشتغل شيء وجارتي بتشتغل شيء يعني. هلا هن الدرق مثل ما بتعرفي انه بتفرز الاتروكسين والعلاقه بالطاقه وكذا، بينما هدول بيفرزوا بي تي اتش هرمون جرات الدرق، ولهم علاقه بضبط الكالسيوم بالدم فقط، الكالسيوم والفوسفور طبعا. فاذا نحن حتى لو صار عندهم مشكله جرات الدرق، الدرق ما رح تتاثر. هو المشكله الوحيده انه نحن لما يكون عندنا مشكله بالغده الدرقيه، مثلا ورم، وبنبعت المريض على الجراحة، ممكن انه يستأصلها، وممكن انه ما يشوف جارات الدرق بتقوم بيستأصل معها جارات الدرق، هون بيكون في الصلة الكبيرة بيناتهم. كمان دكتورة السؤال دائما بينسأل، لما بيكون بنوجد أمراض أخرى مثل قصور الكلى، كيف يتم التعامل مع فرط نشاط غدد جارات الدرق، وكيفية التعامل مع قصور الكلى بالوقت نفسه؟ هلا بالقصور الكليه بصير عندي فرط نشاط جرات ثانوي. ليش؟ لان الكليه هي مثل ما قلت لك بصير الفيتامين د بالكليه اكتيف، اوكي. فاذا لما يصير في عندي فشل كلوي بالمراحل الاخيره، فيتامين د ببطل يصير نشيط وببطل يتفعل، باضافه جذر الهيدروكسيد بال1 الفا، لهيك نحن بنعطي 1 الفا، اوكي. بنفس الوقت الكلية عم تحبس الفوسفور، هي عادة بتطرح فوسفور، بصير بتحبس الفوسفور. لما الكلية كمان تخرب الكالسيوم بده ينخفض، قلنا الكلية هي عم تحبس الكالسيوم، لما تخرب الكالسيوم بده ينطرح. فإذا هدول الثلاث شغلات هي ممكن أنه تساوي لي فرط نشاط جارات درق شديد ثانوي، يعني الكالسيوم منخفض، الفوسفور مرتفع،
الفيتامين د نازل لانه ما عم يتصنع بالكليه، فاذا لذلك بشكل تلقيم راجع او بانعكاس بدها تشتغل كثير جارات الدراق، بيقوم بصير عندي الفرط نشاط الجارات الدراق الثانوي وبصير عندي فرط تصنع بالاربع غدد. اوكي، هلا نحن كيف نعالج هاي؟ اول شيء بدنا نصلح الخلل، ماشي؟ الاعراض اللي بتصير عند المريض الكليه، لا مشان اذكر لك، بصير نفس اعراض اللي بتصير عند جارات الدراق، يعني بصير عنده التعب والغثيان والاقياء وكل هالقصص، الامساك، البوال، السهاف، ولكن اهم شيء اللي بنسميه اعتلال العظم الكلوي. اوكي، يعني العظم بصير مو هشاشه عظم، هشاشه عظم شديده، اذا مطرق طرقه بسيطه بينكسر. فلذلك هاد المفروض انه نعالجه على وقت مبكر، بنعود الكالسيوم، بنعود الفيتامين د بالون الفا الجاهز، الون الفا، ون اسيا عندنا هون نحن. اوكي، بنعود كل هدول، وبدنا نحاول ننزل الفوسفور، بنعطي اكل قليل الفوسفور وبنعطي طارحات الفوسفات، وبنفس الوقت اذا ما زبط بدنا نلجأ للجراحة. عنا فرط تصنع 4 كبرانين، بنشيل 3.5، بنترك نص وحدة ممكن انه ترجع تكبر، وقتها بنلجأ لمقلدات الكالسيوم. مقلدات الكالسيوم هي عبارة عن أدوية حديثة، هي بتقلد فعل الكالسيوم على المستقبلات جارات الدرق، هي مثل الكالسينات. اوكي، بياخذ المريض، بيقوم بتخلي جارات الدرق تبطل تفرز، وبالتالي بيتحسن المريض. ولكن للأسف الشديد انه قصور الكلى المزمن من اصعب حالات العلاج بفرط نشاط جارات الدرق. طيب دكتورة، قبل ما نختم، النصائح الابرز اللي بتحبي توجهيها لكل يلي عم يسمعنا عن موضوع اليوم؟ هلا نحن النصائح الابرز، هلا الفرط نشاط الدرق عادة يكتشف بالصدفة. كيف بنكتشفه بالصدفة؟ 80% من الحالات تكتشف صدفة. بنعمل تحاليل روتينية لمريض، منا الكالسيوم، بنلاقي الكالسيوم عالي. وقتها إذا الكالسيوم أكثر من 11، نحن الكالسيوم للعشرة ونص، إذا الكالسيوم كان أكثر من 11 لازم نعمل هرمون جارات الدرق، أوكي؟ ونكتشف إذا في شيء. هلا حالياً بالوقت الحالي زادت الحالات. ليه زادت الحالات؟ لأنه بهالفترة صرنا نهتم، من 10 سنين وجاي نهتم بفيتامين دال ونعود فيتامين دال، لهالسبب كثرة اكتشاف حالات جارات الدرق الكالسيوم. للأسف كمان ما حكيتي دكتورة، يمكن قسم كثير كبير وناس كثير عم بيعانوا يمكن من نقص فيتامين دال، ودائما بنسمع انه هذا الشيء ما بيخوف، كل سوريا معنا نقص فيتامين دال، خلينا نعود بال هلا مو كل سوريا، انا كنت برجعت سوريا، كل العالم عنده نقص فيتامين دال، بس ليش؟ لأنه التركيز على فيتامين دال صار مؤخرا، يعني بالعشر سنوات وانت جاي. قبل هالشيء ما كان حدا يحكي بفيتامين د، فلذلك لما تحللي بيكون نازل. اوكي، طب دكتوره، في كثير ناس عم يتعرضوا للشمس والفترات اللي هي هلا هي الفترات التعرض اللي هي الصباح الباكر للعشرة ونص 11، وما هيك عم يطلع عنده نقص فيتامين د؟ هلا فيتامين د التعرض يجب ان يكون بوقت تكون الشمس عموديه على الجسم، عموديه هي مشان نستفيد من الأشعة، أوكي؟ هي اللي بتحول الكوليسترول الموجود بالجلد تحت الجلد إلى كوليكالسيفيرول، وهذا بيروح على الكبد، بياخد جزر وبيروح على الكلى، بيصير نشيط، أوكي؟ بياخد الون ألفا. فلذلك أنت بدك تتعرضي بين الـ 11 للـ 3 بعز دقة الشمس، وقت تكون الشمس عمودية عليكي، أوكي؟ ناخد فيتامين د بيصير معنا سحايا. هلأ هنن قالوا دراسات، شو قالت؟ قالت انه اذا ضليتي بفترة طويلة ممكن انه يصير عندك حروق، لهيك قالوا فترة التعرض طبعا بده يكون اكسبوزد، يعني قدر الامكان يشيل ثياب وما يكون من قفا بلور، ماشي الحال، ويكون متعرض باكثر جزء من جسمه وما يزيد عن 20 دقيقة. ليش؟ 20 دقيقة 3 مرات بالأسبوع كافية، 20 دقيقة أكثر من هيك بيتعرض لحروق شمسية. نعم، بدنا نشكرك دكتورة على وجودك معنا لليوم، نتمنى أكيد الصحة والسلامة للجميع، وشكرا على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها وبقية نهار حلو. شكرا لكم وسعد نهاركم. شكرا لك دكتورة كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها.
أكيد سلمى، لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. يا رب نكون قدرنا قدمنا لكم كل الفائدة والمتعة. طبعا أي فكرة أو اقتراح راسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. وأكيد سلمى مثل ما منقول بهذا الشهر هو شهر الأعياد يلي أكيد الفرحة ناقصة فيه بسبب كل شيء عم بيصير حوالينا من ضغوط وبسبب المجازر الوحشية اللي عم بتصير بأهالي غزة. لكن نتمنى العام الجديد وكل هي الأعياد تكون بداية جديدة وانفراجات وتحرر من أهالينا بغزة من كل الضغوط وكل المجازر الوحشية اللي عم بتصير معهم. بقية نهار كتير حلوة للجميع ونهار حلو لك. نهار حلو لك فرح، وإن شاء الله يا رب يكون فيها اليوم شوية فرح للناس مثل اسمك أكيد. وبنتمنى على الكل طبعا الراحة والسعادة وأكيد الصحة. أكيد بدم صوتي لصوت فرح بتمنى الخير لأهلينا بغزة. ودائما بنقول هذا الشهر أو نهاية السنة هي مو شرط تكون نهاية كل شيء، هي ممكن تكون بدايات لكتير شيء تاني. ممكن نحن نقدر نخطط للسنة الجاية ونعرف شو غلطنا، بشو نقصنا، بشو صار معنا، ونتلافى بالعام الجديد. تضلوا بألف خير. Bye-bye.